وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا رطب ولا صدق الله العظيم. طيب الله أنفاسك شيخنا العزيز الشيخ محمود الشحات أنور، نقول لك يسعد لي مساك القارئ الأول في العالم اليوم معانا في عسيف، يا حياك الله. حياكم الله وطول لي عمرك، سرورنا برؤياكم. الله يطول عمرك. أهلا فيك ونورنا أكيد في الكويت، نقول لك الحمد لله على السلامة وشرفنا أكيد في برنامج عسيف، وأكيد يعني هذا يسعدنا انك انت من المطار لي عندنا في الاستديو. اهلا فيك ويا مرحبا فيك. في البدايه دكتور نبلشها مع بدايتك في قراءه القران، وانا اعتقد ان من كان عمرك 12 سنه بلشت في حفظ القران، اذا كانت المعلومه صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لا بدات حفظ القران من الصغر، من اقل من ذلك، يعني تقريبا من عندي 6 سنوات يعني، بس طبعا بحكم الطفوله فأخذ وقت كثير إلى سن 12 تقريبا انتهيت من الحفظ كاملا الحمد لله بالأحكام، يعني كنا نحفظ الأحكام قديما، يعني جميل. نحفظ كتاب الأحكام كاملا، أحكام القرآن مع القرآن، هذا كان لابد يعني. وبعد أن انتهيت من الحفظ بدأت أتقدم في مسابقات دولية لحفظ القرآن الحمد لله، وكنت أخذ فيها الدرجة الأولى يعني. جميل. شيخنا يمكن دائما في سن الطفولة أو 12 من العمر الواحد يحب أنه يطلع ويتفسح وكذا، أما أنت دخلت في موضوع حفظ القرآن ودخولك المسابقات، أتوقع عالم آخر يعني بعيد عن يعني حياة الاعتيادية أو حياة الطفل اللي عمره 10 سنوات 11 سنة. لا والله يا دكتور طارق، أنا أقول لحضرتك حاجة، القرآن يعني لا يؤثر على الطفولة أصلا خالص. عشت طفولتك العادية مع القرآن، كنا عايشين طفولتنا، كنا نلعب، كنا بنعمل كل شيء يعني وإحنا صغار، ولكن كان لنا يوميا لازم يكون لنا يعني كم من القرآن نحفظه. حلو. هذا كان لابد يعني. فكنت أصحى الصبح مبكرا أحفظ بسرعة عشان أسمع بسرعة عشان ألعب باقي اليوم. قلنا كده يعني. هزا الله يحفظك يا رب. نعم شيخ، يمكن أنت من قرية بعيدة جدا، لكن هل في من القرية نفسها أيضا في قراء أخذوا نفس المنهج اللي أنت أخذته، أو في قراء ممكن هم أخذوا في هذا المجال وكملوا فيه؟ القراء في مصر أغلبهم من القرى، أغلبهم من القرى، الأرياف. جميل. لأن الأرياف عندنا في مصر يعني مشهوره بالمحافظه على في الحياه، يعني دايما حياتهم محافظه، دايما بيحبوا القران، بيحبوا بيصلوا دايما في المسجد، دي الحياه القرويه عامه، ممكن في تكون كل العالم نوعا يعني. ما يعني ما فيها الصخب هذا نوعها بالضبط. صحيح. ولذلك صحيح. تلاقي معظم القراء من الارياف يعني، لكن انا طلعت اقرا لان والدي كان قارئ يعني، فانا حبيت الموضوع بسببه يعني. جميل. دام ان تكلمنا عن والدك خلينا نوقف شويه في هذا الموضوع.
والدك كان من القراء المميزين في مصر ويمكن تعلموا على إيده كثيرين. الحمد لله. لكن سمعت أن أنت ما لحقت عليه أنك تتعلم منه. أنا رأيت والدي وأنا صغير ولكن لم أرى تألقه فقط، يعني رأيته حينما كان بدأ المرض، يعني مرض الشيخوخة أنت تعلم طبعا. صحيح. فهذا الوقت كنت أنا يعني أرى هذا الوقت، لكن في 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 تألقه لم أرى حقيقة. أرى الشيخ أنور أخويا الكبير هو اللي رآه، فلكن كنت بحب الموضوع. أنا كنت أقرأ في البيت، قالت بابا في البيت لوحدي. جميل. وفي الغرفة يعني. جميل. موضوع جميل. كان حب مش أكثر يعني. نعم. يقولون إن يعني تزعل إذا حد قال إن يعني نشوف شيخ محمود شوي تفوق على أستاذه أو على والده. لا طبعا تزعل. لا مش 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 موضوع أزعل ده، أزعل دي شوية. لا هو الموضوع الموضوع عشان والدي انتوا جايز الناس ما سمعتوش، بس والدي له حاجات أكاديمية. صحيح. لكن التسجيلات القديمة كانت دايما بتخرب هذه الأشياء. لكن طبعا لا يجوز أن يكون الفرع مثل الأصل يعني. هذا في كل المجالات لا يصح يعني. الأصل راسخ أكثر طبعا. كان زميل عبد الباسط ويعني ليس زميله يعني لاحق بالشيخ عبد الباسط. هو الشيخ عبد الباسط كان أقدم من الوالد. صحيح صحيح. ولكن هو كان بينهم حب وصداقة شرسة يعني. الشيخ عبد الباسط ووالدي والشيخ محمود دلبنا رحمه الله هم الثلاثة يعني. جميل جميل. فكانوا يقرؤون حفلات كثير مع بعض. ووالدي كان يقدره جدا يعني، كان يحبه، كان يقول لي دائما الشيخ عبد الباسط كان رجل صالح. والدي كان يقول هذا الكلام يعني. واحنا يمكن شيخ محمود تربينا على صوت الشيخ عبد الباسط في مدارسنا، دائما قبل الطابور نسمع هذه الايات الجميله بصوت العذب. اليوم نبي نسمع منك ونبارك هذا الاستديو بغيراتك الجميله العذبه شيخ محمود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة
وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما صدق الله العظيم. يعطيك ألف عافية. أشكرك. شكرا لك. في الحديث عن الوالد ودنا لو نشوف مع بعض فيديو صغير عن الوالد ونرجع نكمل حديثنا. وأيوب إذ نادى فاستجبنا لك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ما شاء الله، يعني من شابه أباه ما ظلم مثل ما يقولون. شيخ نبي نتكلم عن قراءة القرآن في مقامات مختلفة وما شاء الله أنت متميز فيها، هل هي يعني نتكلم عن القارئ لما يقرأ في مقامات مختلفة هل تعتبر فرد عضلات للقارئ مثل ما يقولون ولا لا؟ لا خالص، على فكرة المقامات مش شرط في القرآن، في تلاوة القرآن، تلاوة القرآن اللي اشترط فيها أول شيء الحفظ، ثاني شيء الصوت الجميل. يعني مثلا زمان قبل المقامات دي مثلا ما تكون موجودة الناس كانت بتقرأ بتلقائية. الشيخ عبد الباسط حضرتك قلت لي صحيح انتم متربين على صوته. صحيح. الشيخ عبد الباسط ما كانش دارس مقامات. نعم. كان بيقرأ بمقامين أو ثلاثة تقريبا. ومع ذلك أثر في العالم كله. صحيح. أنا عايز أقول إن المقامات مش أساس. لكن إحنا بنستخدمها أحيانا في القرآن بس لضبط التلاوة مش أكتر. يعني شفت مثلا الوالد لما قرأ الآن ده اسمه ترتيب، يعني البداية لازم تكون كده، بعد كده بيطلع درجة. صحيح. بعد كده درجة، بتبقى منظمة شوية. جميل. لكن أنت يمكن شيخنا تميزت بالتنوع في المقامات، 7 مقامات تستخدمهم، يمكن في آية واحدة تقدر تكرر المقامات كلها، وسمعناك بأكثر من مقطع، وإن شاء الله نبي اليوم نسمع منك أيضا. لكن أنا عندي سؤال، المستمع المصري يتفاعل بشكل كبير مع قراءة القرآن، يعني قاعد نشوف
فيديو الوالد وايضا فيديوهاتك ويمكن القراء بشكل عام، اشوف ان عقب ما يوقف الله صلي على النبي واحسنت، والانسجام الجميل ما بين المستمع والقارئ هنا يمكن يعطي روحانيه اكثر للامسيه. طبعا انا عايز اقول ان الجمهور المصري من احسن الجمهور اللي صحيح. تعرف اللي تعرف تقرا وهو قاعد بيسمعك، لان عندنا يعني عشان احنا مصريين وهم مصريين ففاهمين فاهميننا شويه، فاهمين التفاعل جميل يعني. فاهمين الموضوع شويه بعكس الدول الاخرى يعني الثقافات بتبقى مختلفه شويه صحيح. لكن الجمهور المصري بيبقى فاهم الشيخ بيقول ايه وفاهم بيتكلم بايه واي مقام واي كذا وكده، فبيكون فاهم الموضوع اكتر. حتى زمان الموضوع ده من زمان، من ايام القراء القدام، لو تسمع الشيخ عبد الباسط كان له الناس كانت بتقول كتير جمهور كتير قوي، وكانوا بيقولوا الفاظ كده غريبه يعني بتلقائيه يعني صحيح. يعني انا سمعت الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه، الله يرحمه، كان احد الجمهور، انا لقيته طلع لفظ خارج يعني، فطبعا الناس سكتوه كده وقال لهم معلش انا اسف انا ما اخدتش بالي. يعني الناس بتقول حاجات في مصر مش معتاده يعني، اندمجون بندمج وبينسى كل الضوابط يعني. صحيح شيخ، يمكن على يعني في حديثنا على هذه المواقف نبي نشوف فيديو مع بعض ونعلق عليه. تفضل. شيخ تعليقك على هذا الموقف؟ دي من الطرائف برضو في الجمهور المصري. انا فاكر الموقف ده كان واحد ملحن يعني اصلا شغله في الموسيقى، فكان قاعد عرف ان انا في حفل في مكان ما، فجاي يعني عشان يسمع ففوجئت لقيته بيعمل كده، فانا طبعا يعني اندهشت لان ما توقعتش انه حد يعمل كده والقران شغال يعني. وانت عاوز تضحك لكن ما سكت، عايز اضحك وعايز اقول له اسكت ما ينفعش يعني، عايز اقول له حاجتين بس مش عارف، ولذلك سكت افضل عشان الحفل يعني ينتهي على خير. بس بعد الحفل طبعا عنفته يعني، قلت قال لي انا اسف انا والله ما عرفتش امسك نفسي وكده، لان هو موسيقي صحيح بيسمع حاجه مثلا كويسه في الموسيقى ما يمسكش نفسه. الموسيقيين كلهم كده على فكره، الموسيقيين كلهم كده على مستوى العالم يعني. انا ببقى في مشكله لما بكون في حفله وكلها موسيقيين، ببقى في مشكله صحيح. كلهم بيقعدوا يسمعوا، كل واحد بيسمع بطريقته، فبتنقلب الموضوع لشكل ثاني خالص. جميل. يمكن احنا متعارف عندنا في الكويت ان قراءه القران دائما تكون لعزة معين مثلا او فعاليه حزينه، لكن في مصر لا، هناك حتى الافراح يستخدمون قراء القران. عندنا في مصر بنقرا القران في كل شيء يعني، عندنا الأفراح العزاء الأتراح. عندنا العزاء لو حد توفى بنقرا فيه، عندنا الحفلات المولد النبوي، حفلات صحيح. رمضان حفلات بنقرا فيها القران، عندنا الافراح حتى العريس صحيح. لما يحب يتجوز يجيب الشيخ يقرا، ما يجيبش اغاني طبعا، مش كله صحيح، مش كله بيعمل كده، لكن 50% مثلا بيعملوا كده. جميل. لا عندنا القران في كل شيء موجود. نعم شيخ، يمكن قبل شيء كنا نتكلم عن يعني الموسيقيين لما يكونوا متواجدين في حفل تقرأ فيه تكون في مشكلة، لكن في مشكلة ثانية عند الأشخاص اللي هم مهووسين في الشيخ محمود. لا طبعا في بس كلهم ناس طيبين، كلهم بيبقوا ناس طيبين قوي، أي حد بينفعل مع القرآن بيبقى راجل طيب. صح صح صح. لأن ما فيش حد يعني 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 عارف القلوب الغلف، القلوب الغلف دي لما تسمع القرآن ما تتأثرش خالص ولا كأنه سمع حاجة. صحيح. لكن اللي بتشد ده ويعيط ويعمل ده أنا بزعلش منه، لا ده أنا فرحان لأن القرآن لمس قلبه، وبعد كده بيعيط بقى ولا بيعمل أي تصرف لا يلام عليه. صحيح. يمكن أنت زيارتك الثالثة للكويت شيخ محمود كانت الزيارة الأولى، أتوقع كانت زيارة يمكن خطافية وخفيفة، لكن الزيارة الثانية كان هناك جمع وحضور لك واستمتعوا الكثير. يمكن في الزيارة الثانية انشهرت نوعا ما عند الكويتيين بشكل أكبر، شنو انطباعك على المستمع الكويتي؟ الشعب الكويتي شعب جميل، شعب
يعني بس نفسه يسمع قرآن. صحيح. بس مش عارف ايه الموضوع عندك. كانوا يعني متفاعلين معك؟ اه إيه؟ يعني انا حسيت ان انا اول مرة يعني طبعا معلش في اللفظ ده لكن انا اقصد المعنى يعني حسيت انه اول مرة الشعب الكويتي يسمع قرآن من 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 تعلقه بالموضوع. فانا يعني وناس كانوا يبكون وسمعت يا ريت يعني. يا ريت الموضوع يبقى اكتر شوية في الكويت يعني. يا ريت على القرآن تتفاعلوا مع القرآن شوية عشان حتى الشباب عندهم استعداد هنا بس مش لاقيين الفرصة. صحيح تقريبا يعني. صحيح صحيح. نعم شيخ أنا ودي لو نتكلم أكثر على المدرسة المصرية الخاصة في قراءة القرآن وشون تشوفها في الوقت الحالي، هل ما زالت نفسها ولا ممكن كم مستوى فرقت؟ إقبال القارئين للقرآن عليها زاد في نفس المستوى أو أقل؟ هقول لحضرتك حاجة، أولا كقرآن القرآن موجود تمام؟ دي حاجة منتهية وفي حتى موجود في العالم كله. أكيد. حتى أنا لفيت معظم دول العالم كله القرآن موجود ومحفوظ. صحيح. وشباب صغيرين وعشر سنين وثمان سنين وخمس سنين حافظين القرآن. لكن كمدرسة قرآنية في التلاوة هو احنا عندنا في مصر بيقولوا إن كل خمسين سنة على ما يجي معلم أو يجي يعني معلم متميز في المجال ده يعني في حتى في مجال العلم حتى في مجال عندنا في مصر يقولوا كل خمسين سنة على ما يجي واحد ما شاء الله. بس بين الخمسين سنة والخمسين سنة بيبقى في ناس أكيد موجودة جميلة يحملون هذه المسيرة تمام يحملون المسيرة على نفس النهج القديم مع تطوره بتطور التكنولوجيا لحد ما تبص تلاقي واحد جه طلع مرة واحدة عمل الطفرة. يعني في حاجة يمكن الناس بتعرفهاش، فضيلة الشيخ محمد رفعت الله يرحمه القديم قوي اللي هو أقدم يعتبر أقدم شيخ أقدم من كل القراء المصريين يعني. الشيخ محمد رفعت ده توفى سنة كام؟ توفى سنة 1950 تمام؟ الشيخ الشحات أنور ولد سنة كام؟ سنة 1950 تمام؟ صحيح. فاحنا عايزين نقول مات عالم وولد عالم جديد. سبحان الله. عايزين نقول ان ربنا ايه دايما اكيد صحيح الخير موجود. وشيخ يمكن معجزة القرآن هو حفظ القرآن في يعني عن الزوال ويكون موجود وحاضر والقراء موجودين وحاضرين. نبي نسمع تختار لنا آية من اي سورة وتعدد لنا المقامات بتنوع المقامات فيها. حاضر. آية معينة عايزين اللي تختار لنا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى فترضى كده اتنين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كده خلاص تقريبا خمسة أو ستة. خمسة أنا نسيت تقريبا لسه في اثنين أربعة. تمام. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما فترضى. صدق الله العظيم. تقريبا كده تمام. أحسنت. رائعة من روائع القراءة اللي سمعتها في حياتي. صوت جميل، صوت مميز. عسى الله يبارك لك شيخنا في هذا الصوت وفي هذا الخط الجميل اللي تتخذ لك. الله يبارك فيك ويجعله ميزان حسناتنا جميعا. الله يطول عمرك ويسلمك. شيخ، ودي لو ندخل في موضوع التطور والتكنولوجيا الحالية، هل غطت على بعض العيوب اللي موجودة في أصوات بعض القارئين؟ سؤال جميل. المشكلة دلوقتي في التكنولوجيا إن صعب بقى تفرق ما بين الصوت الجميل والصوت اللي مش جميل، كله بقى شبه بعضه. صحيح. ولذلك تلاقي دايما القراء على مستوى العالم، يعني مش في مصر بس، يعني اليوم دايما بيهتموا بالصوتيات ولازم الصوت كذا ويكون كذا ويكون كذا، مع ان الصوت لو لوحده كده صافي بيكون جميل. صحيح. لكن مع التكنولوجيا دي بتطلع بتحوش اي عيب بقى اللي عنده حاجه اللي صوته مش كويس بيحليه بالحاجات دي. صحيح. دي مشكله فعلا. لكن بعكس زمان، كانوا بيقروا بصوتهم بس، ما كانش فيه، كان الصوت صحيح. صافي زي الاستوديو ده اللي احنا فيه. صحيح. ده فكنت بتعرف الصوت الجميل من الصوت اللي مش جميل. لكن دلوقتي الموضوع بقى صعب. صحيح. في ناس تقلدك شيخ محمود؟ الحمد لله شباب. اي شباب كتير. وهذا شيء ايجابي يعتبر طبعا، لانك قدوه الان صرت. ايجابي يعني. مش عشان انا، مش عشان محمود. ايجابي عشان القران بقى يعني. صحيح. يعني الحمد لله بقى في تاثير. والشباب دول هيكونوا قراء وبعد كده هيكون لهم طريق لوحدهم. هم مش هيفضلوا يقلدوني. اكيد هيكون له طريق ينفردوا بعد ما هيك هيكون له طريق لوحده. فانا الموضوع ان هو اتجه للقران احسن ما يتجه لل صحيح للغناء مثلا او اي شيء تاني مثلا يعني. صحيح. فاللي شايف صوته حلو يقرا. جميل. اليوم وايد ناس تتكلم عن الشيخ محمود انه وصل مرحله ومرتبه مميزه جدا ومعروفه، اصبح مشهور الشيخ محمود في مصر وفي الدول العربيه في الخليج.
لكن الناس ما تدري ان شيخ محمود تعب على نفسه كثير، وانا ادري بهالشيء انك انت تعبت كثير على نفسك. والله اقول لحضرتك حاجه يا دكتور طارق، ما فيش حد مثلا بيكون متميز في مجال الا لازم يكون تعب طبعا. صحيح. بس مش طبعا مش هينفع نتكلم ونقول ما حدش بيقول مثلا كذا، ما عيب يعني. لكن ما فيش حد بيتميز في مجال الا اذا كان تعب، واذا كان اتحارب كتير وحصل ضربات كتير في حياته، وبعد يعني قصص كتيره يعني. اي حد في اي مجال اكيد، وفي الاخر ربنا بيكافئ بقى، يعني بتلاقي المكافاه قويه جدا. صحيح. يعني انا حصل بيا ضرب كبير جدا من كام سنه، من 7-8 سنين، ولكن صبرت بقى واستمريت وصبرت جدا. ضرب من اي ناحيه عفوا شيخ؟ هو ضرب يعني خاص شويه. اوكي. بس طبعا كله بيصب في نفس الموضوع يعني. لكن هل في مجال قراءة القرآن ايضا هناك حسد وهناك طبعا حاجات كتير من الانواع دي؟ بس الحمد لله يعني ربنا عني، وبسبب الشكر كتير ما كنتش طبعا ما كنتش متضايق خالص، ما شاء الله عليك، كنت مبسوط وكنت سايب الامر لله، لاننا كلنا في الاول وفي الاخر مهما صحيح. تعمل ومهما تجري ومهما تسعى صحيح. للصح مش هتاخد اللي ربنا كتبه لك. سبحان الله. صحيح. تمام. اكيد طبعا. فبعد ذلك لقيت ربنا فتح عليا فتوح غريب بدون اي يعني زي ما بنقول مطبات، هذه المباركه الربانيه يعني. مفتوحه خالص 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 في مصر وبره مصر. وحب الناس، لقيت حب الناس زاد بطريقه شرسه، بطريقه تخوفتني. الحمد لله. خلتني اهتم بالقراءه اكتر من الاول. ما شاء الله. زائد حب الشباب، زائد حب الاطفال. اطفال صغيرين. صحيح. يعني حد موريني فيديو لطفل عنده سنتين لسه بيتعلم الكلام. ما شاء الله. والله حد موريني بابا بيقول له انت بتحب مين؟ بتحب الشيخ مين؟ قال له احب الشيخ محمود الشحات. بس طبعا بطريقتي. حاجه انا عيطت يعني. الله يعني لان ده حاجه مش معقوله انها تحصل. مسؤوليه كبيره. فلازم احافظ على هذا الموضوع، وبدعي ربنا انه يحافظ لي على القرآن اللي أنا شايله، ويجعل في القرآن ده قبول عند أكيد كل الناس. أكيد. الله يثبتك إن شاء الله ويعطيك ما تريد. أمين يا رب. الله يطول إن شاء الله. شيخ، يمكن شيء جدا يفرح لمن تسمعنا، في أشخاص وفي كم من الأشخاص يعني اعتنقوا الإسلام بعد ما تأثروا بصوتك وقراءتك. صحيح. للقرآن. تمام. طبعا أي حد يتمنى ذلك. طبعا. إن يكون له أجر كبير طبعا. أي حد يعني ديني قرآني أو عالم دين بيبقى ده هدفه المفروض أن يكون ده هدفه. الله أعلم دلوقتي هدفهم إيه، لكن المفروض أن يكون ده هدفه، وده كان هدفي يعني، كنت دعيت ربنا يعني. فربنا فتح عليا ومن عليا بناس كتير الحمد لله يسمعوا الصوت يرجعوا يعني. سبحان الله. القرآن يعطي طمأنينة للقلب يعني وخشوع، وكلهم بنفس نفس الطريقة يعني، كلهم سمعوا القرآن بكوا بكاء شديد. الله. جدا لدرجة ان هم يعني اغمى عليهم من البكاء. بدأت الناس تأخذهم وتفهمهم ده قرآن وده كذا وده كذا وده كذا. نفس الطريقة كلهم. نغبطك على هذا الموقف، وعسى الله يجعله بميزان حسناتك ان شاء الله. عندنا شيخ محمود تقرير مذهبين لك، نبي نشوفه مع بعض ونرجع نعلق عليه. تفضل. نشوف التقرير. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا صدق الله العظيم. صلى حظ شيخ أنور، يمكن أخذت العبرة في قراءته، وكان يمكن واصل إلى مرحلة
من الذروة والانسجام، وخاصة لما قرأ هذه الآية. أنا سألته على الآية دي، أنت ليه عيط يعني؟ امسك، إحنا دايما بيحصل لنا كده بس مش بنعيط يعني، صحيح. نمسك نفسنا. مسكتش نفسك ليه؟ أيوه. قال أنا لقيت بابا واقف قدامي. الله أكبر. اللي وجدته واقف قدامي بيسمعني. سبحان الله. فما استحملش يعني. هو كان قريب من بابا جدا. كان بابا يعتبر صديقه يعني. فلما شافه حصل الموقف ده. الله. ما استحملش. والمعرفة يعني إن الشيخ أنور على فكرة أستاذي. أستاذي في تلاوة القرآن، هو اللي علمني، هو اللي خرجني إلى هذا المجال، هو اللي عرف الناس بيا، فصاحب فضل كبير علي يعني. ما شاء الله عليه، توارث جميل يعني. الوالد ورث هذه خلينا نقول الميزة أو الموهبة لكم كأبناء، وأنتوا الآن حاملين الراية يعني من بعد. الحمد لله. وعلى فكرة احنا الوالد لم يغصب علينا ان احنا نقرأ، كان تارك الامر لنا يعني، هذا افضل شيء. صحيح. كما تريدون، عايز تقرأ اقرأ براحتكم يعني. فاحنا حبينا بقى القرآن بسبب بابا اصلا، بسببه، بسبب ما احنا كنا بنشوف الناس بتتأثر بيه. صحيح. والناس بتحبه قوي، الناس كانت بتبكي، وعاوزين تكونوا عايزين نكون كده، عايزين نحبب الناس احنا كمان في هذا الموضوع. فكان موضوع حب عندنا يعني. فهو وجد هذا الحب فبدأ ينميه عندنا بقى. جميل جميل. ما شاء الله. شيخ، يمكن مع تواجد مواقع التواصل الاجتماعي، شو نشوفها بتواصلكم مع الشباب، مع الأشخاص اللي متأثرين فيك يعني؟ ما شاء الله، لو نشوف اليوتيوب وتشوف أكثر من 100 مليون متابع. صحيح. لقناة الشيخ محمود، تشوف في الفيسبوك مثلا هم في الملايين عدد المتابعين. تواصلكم مع المتابعين وخصوصا الناس المتأثرة في قراءتكم للقرآن. هو الموضوع جه بالنسبة للسوشيال ميديا، الموضوع جه في الموضوع ده لما كنت في لندن أول مرة سنة 2006. نعم. فوجدت شخص بيسمعني بيبكي وكده، فتعرفت على طول. أنت مين يعني؟ أنت بتحبني أو كده؟ قال لي آه. تمين؟ قال لي أن هو الشيخ إلياس البدر. الشيخ إلياس البدر هو من حافظة القرآن دلوقتي في بريطانيا، ومن معلمين القرآن يعني. فلقيته وجدت أنه يقول لي أريد أن أعمل لك صفحات وحاجات من دي لله. جميل. حتى الناس تسمعك. طبعا أنا ما كنتش أعرف حاجة عن الموضوع. إلياس شخصية جدا يعني زو وراقي والله. صحيح. يعني هو فعلا يعني تحدث معك ويحبه جدا. صحيح يعني. صحيح. فهو اصلا قارئ، حافظ القران، مش قارئ زينا، لكن حافظ. القران بالحفظ وورش يعني. ما شاء الله عليه يعني. لكن هو في مجال البيزنس يعني، هو له بيزنس ثاني. لكن هو اخذ كل الحاجات الصفحات دي لله. الله. هو قال لي انا هعمل لك صفحات وحاجات ويوتيوب وحاجات من دي لله، وعشان خاطر الناس تسمع، عشان خاطر الشباب يسمع، لان الاذاعات الاذاعات الخاصه بالدول يعني بتبقى مش عامه يعني. صحيح. يعني اذاعه خاصه بالكويت مثلا. صحيح. صحيح. الكويت بس اللي هتسمع، ما تكون منتشره كثير. بالظبط. ولذلك احنا لما عملنا راديو، احنا عندنا راديو الحمد لله، عملناه على الانترنت. اها. مش راديو في مصر بس، عملناه على الانترنت عشان كل العالم يسمعه. خلاص نستغل التكنولوجيا يعني. بالظبط. عشان ايه؟ نوسع الموضوع اكبر يعني، يبقى يعني نطمن محبينك ان حلقتنا راح تكون بالفيسبوك معروضه. ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد اكيد، هم شطار قوي يعني هناك. ان شاء الله. الله يخليك حبيبي. طول عمرك شيخ. يمكن دائما الانسان يحتاج انه يكون في شخص يعتبره وش السعد لي. وش السعد لك شيخ محمود؟ مين؟ الشيخ انور. الشيخ انور. شيخ انور هو صاحب الفضل وصاحب السعد عليا. ولو قلنا وبفضل دعوة بابا برضو طبعا أكيد. ولو قلنا وش السعد تكون دولة أو في منطقة، منو ممكن تكون دولة؟ أكيد مصر أولا طبعا. لأن مصر الناس فيها طيبين قوي. وبعد كده البداية كانت من لندن. بالضبط. هذا اللي وصل. بالضبط. لا، البداية بقى دي كانت من لندن، لأن لندن أول ما رحت فوجئت، لقيت كمية محبين وكمية مستمعين غريبة. حتى انا استغربت يعني. كانوا هناك يقولوا احنا بنحب الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي والشيخ الشحات. الله. هم قالوا لي كده. والدك. فالشيخ الشحات والدي، وبعد كده انا وانور يعني.
انا بقول انا لان يعني الاولاد يعني طبعا أي أنا صحيح عشان تبقوا عارفين الطريقه يعني. فلقيت كميه حب غريبه يعني هناك، ولقيت بقى الاعلانات في الشوارع مع ان هناك الحاجات دي طبعا ممنوعه. لقيت المسلمين هناك ما شاء الله عليهم واصلين قوي ومبسوطين قوي ماديا، وحتى واصلين للبرلمانات والحاجات دي هناك، فعملوا الحاجات دي في الشوارع. نعم. اعلانات. فجيت لقيتهم كاتبين بقى القارئ الاول والقارئ اللي مش عارف ايه، كل ده كنت بستغرب له، انتوا ايه يعني جبتوا الاول دي منين ولا جبتوا دي منين؟ ايه سبحان يعني انتوا ازاي؟ قالوا انت قالوا مالكش، انا بالمعنى العربي بتاعنا قالوا لي انت مالك، مالكش دعوه، احنا بنحبك، احنا نكتب انت اللي ما كذا، انت مالك؟ قلت لهم خلاص براحتكم يعني انتوا عايزين. فما قدرت اشكف، وجدت كميه حب غريب. طبعا بقى الحفلات اللي عملناها في هذا السنه 2006 كانت معروضه على الاذاعات، في هناك اذاعات قران صحيح وتلفزيون قران هناك خاص بالمسلمين. نعم. عرضينهم لايف على طول. جميل. ده بقى كان سبب التوسعات، بقى بدات مصر تشوف الحاجات دي، بدات الدول العربيه تشوف الحاجات دي، بداوا يتعلموا منها يعني. جميل. صحيح. شيخ نسمع منك شيء تاني؟ طبعا طلب من الكنترول من المخرج تحديدا. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها صدق الله العظيم. شيخ محمود جميل جميل ورائع ومميز. حضرتك شيخ في بعض المقامات تكون حزينة. أنا ما أدري أنا أعرف أن هناك سبع مقامات أتوقع، لكن ما نعرف الأسماء. وفي هناك مقامات شوية نوعا ما فيها حماس أكثر. تمام. في الصبا. الصبا حزين. ده الحزين. صحيح. ده الحزين
ده بيتقال بقى لما يكون في حاجة يعني آيات مثلا عن النار عن الحاجات دي. بنقول الصبا. في بقى الآيات اللي هي فيها الفرح والحاجات دي نقول فيها مثلا حاجة زي الرصد. حاجة زي البيات جميل برضو فيها. حاجة زي النهواند برضو بتاع في فرح جميل. النهواند النهواند يمكن أجمل الأطوار أو طعم أوي. النهواند فيه طعامة. هو البياتي زي نبي نسمع منك نهواند. نهواند ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها ألف عافية. الله يخليك. ما شاء الله على الصوت الجميل. شيخ يمكن أثناء الحديث ذكرت أن لقراءة القرآن هدف لكل قارئ دائما ما يكون عنده هدف. شنو الهدف اللي تبي توصل له؟ القرآن يوصل لكل العالم والناس تستفيد منه. لكن هدف خاص بي لا مش لأن القرآن هو اللي هي 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 هياخدني إلى الطريق الصحيح إن شاء الله. شيخ محمود ما تفكر إن يوم الأيام تفتح مثلاً مدرسة مصغرة لتدريب الصغار على التلاوة؟ والله هذا مطلب. والله في ده مطلب فعلاً. ناس كتير عايز الموضوع ده بس يعني قيد الترتيب إن شاء الله. لكن في دماغنا يعني إن شاء الله. بإذن الله. وهنعلم القرآن وهنعلم صحيح. التجويد والحفظ وهتكون إن شاء الله مجاناً يعني. وهذه المدرسة ما تختصر على مصر. تنتقل من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد. إن شاء الله. فيها إن شاء الله. إن شاء الله هنكون هيكون فيها فروع أكيد. أكيد. في دول حتى أندونيسيا طلبة يعني دولة أندونيسيا. صحيح. طلبوا مني الموضوع ده. فإن شاء الله ممكن قريبا نفتتح بتاعة أندونيسيا دي إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. شيخ محمود الشحات أنور نورتنا اليوم في برنامج عسيف. نورتنا أيضا في الكويت. منالك أكيد كل التوفيق. ويعني الصوت ما شاء الله عذب وجميل. أي والله شكرا. أسعدتنا اليوم. شكرا. شكرا على تقبلك الدعوة. لكن قبل أن نختم نبي نعرف عندك فعالية بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. في صالة ناصر الخرافي. ويمكن بتجهيز وتنفيذ جمعية الثقافة الاجتماعية. تمام. الساعة كم راح تكون؟ هتكون إن شاء الله من الساعة 7 تقريبا. 7 إن شاء الله. إن شاء الله نكون موجودين وننتظر كل الناس إن شاء الله. وتكون إن شاء الله هذه الأمسية القرآنية لايف منقولة في الفيسبوك. أكيد هتكون. أنا عرفت الحاج عادل صراف وقال لي أنها عمل لها لايف إن شاء الله. لايف إن شاء الله على الفيسبوك. وحتكون الساعة 8 بالضبط تبدي الأمسية. بالضبط إن شاء الله. بالضبط تبدي. الله يوفقك يا رب. يا رب. وأنا إن شاء الله كنت أتمنى أحضر هذه الأمسية لكن أنا باكر عندي أيضا حلقة. بس إن شاء الله نتابعها بالفيديو. ممكن نأجلها بعد الحلقة. الله يطول عمرك. شاكر لحضراتكم وسعيد باللقاء معكم. الله يسلمك. وسعيد بوجودي في دولة الكويت. لأن يا من الدول المحببة لأقلب يعني. وسعدت بحضرتك وبحضرتك في اللقاء المحترم. وحنا نتكلم عن يعني جميع الكويتيين. يا هلا ومرحبا فيك. هذا مكانك وهذا بيتك وتبارك المكان فيك اليوم وهذه الأمسية الجميلة بصوتك. بلد الكرم والله والأخلاق. الله يطول عمرك. أشكرك لذوقك. كل شكر. كل شكر. حياك الله. إذن راح ننتقل مع الأستاذ سعيد توفيقي في شاهد على حدث. هذا البرنامج برعاية مستشفى السيف.